رفع مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التهاني بنجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. ووجه المجلس الشكر والتقدير للدول التي شاركت في هذا التجمع الصناعي العسكري الهام والمؤتمر المصاحب له. وأكد المجلس أن النجاح الكبير الذي تحقق على مستوى التنظيم والمشاركة يبعث على الفخر والاعتزاز، ويبرز مكانة مملكة البحرين عالميا على صعيد صناعة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب أنه يعكس حرصها على أن تكون شريكا فاعلا في كل ما يحقق الأمن والاستقرار، وإصرارها على تسخير كافة الإمكانيات لتكون عنصرا مؤثرا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وأثنى المجلس على جهود اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر المذكور رئيسا وأعضاء. وفي جلسته الاعتيادية التي عقدت بقصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بنجاح الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكدا على أهمية أن يكون هذا الملتقى محفزا لكافة القيادات في الجهات والهيئات الحكومية على الإنجاز والتميز وتحقيق استراتيجية وأهداف الحكومة، خاصة استكمال ما تبقى من برنامج عمل الحكومة. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح حول جدول أعمال الجلسة والقرارات التي تم اتخاذها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري ومشروع مرسوم بندب رئيس تنفيذي للمؤسسة بهدف تنمية القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري. كما وجه المجلس إلى عقد 4 ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة بالفصل التشريعي القادم. ثم وافق المجلس على طلب استملاك 7 عقارات في محافظة المحرق المقدم من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهدف المنفعة العامة لإقامة مواقف سيارات في المحرق والبسيتين وتطوير منتزه عين ريا بالمحرق. ووافق المجلس على مذكرة التوقيع على اتفاق إطار شراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز مجالات التعاون بين حكومة مملكة البحرين والأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن التراخيص التي يصدرها جهاز البيئة والخدمات التي يقدمها حول المخلفات الخطرة بهدف حماية البيئة وفق الإجراءات والقوانين المتبعة. ووافق المجلس على قرار اللجنة الدائم لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم على بعض المنتجات الواردة لحماية الصناعات والمنتجات الوطنية الخليجية وتعزيز البيئة التنافسية ومكافحة إغراق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفق ما تم تطبيقه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق المجلس على مساهمة مملكة البحرين في الاكتتاب في الزيادة الخامسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية والزيادة العامة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتأتي هذه الموافقة لإسهامات البنك والمؤسسة في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنمية القطاع الخاص بمملكة البحرين. ووافق المجلس على قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بما يعزز من دورها في متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات، وأن تكون نقطة اتصال مع المنظمات الدولية ذات الصلة. ووافق المجلس على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمتوافق مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية. وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف الاتفاقية إلى تلبية المتطلبات الوطنية والدولية التي أوصت بها منظمة الطيران المدني. ثم أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، والتي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله. كما استعرض المجلس تقريرا حول الاجتماع الوزاري الدولي لوزراء الشباب والرياضة والمهرجان الطلابي والشبابي العالمي 19 الذي أقيم في موسكو. هذا ورحب مجلس الوزراء بتدشين المجلس التنسيقي السعودي العراقي المشترك، لأنه يفتح آفاقا جديدة من التعاون في مختلف المجالات ستنعكس إيجابا على المستوى الثنائي والإقليمي على حد سواء، فضلا عن كونه خطوة تعزز العمل العربي المشترك وتسهم في تكثيف الجهود في مواجهة التحديات وتعزيز السلم والأمن في المنطقة. ودان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وقدم المجلس خالص تعزيه ومواساته لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، وتمنى الشفاء للجرحى. وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. بعد ذلك أشاد المجلس بالدور النبيل الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة في تكريس الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة، مجددا المجلس التأكيد على حرص مملكة البحرين على دعم جهود الأمم المتحدة والتعاون مع هيئاتها ووكالاتها من أجل تحقيق التنمية ونشر السلام ليعم الخير على شعوب العالم.